واقرأ في هذا قصة عجيبة أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير وجود إسنادها، قال إسنادها جيد، عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير سورة الأنعام، قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهي قصة رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل راكبا على ناقته، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعلمه الإسلام وأن يعلمه مما علمه الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام؟ قال الرجل وهو فوق الناقة: أقررت. قال الرجل وهو فوق ناقته: أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة دخلت رجل ناقته في حفرة جرذان، فسقط الرجل بعد كلمة أقررت، سقط من فوق الناقة على عنقه ومات. حياته كلها كفر، لم يكن له في الإسلام إلا هذه اللحظة في آخر حياته وهي كلمة أقررت، ثم سقط على عنقه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فلينظر إلى هذا. وفي رواية أنه قال: من أراد أن ينظر إلى الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فلينظر إلى هذا. وفي رواية أيضا أنه قال: رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، مات جائعا، قال: رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه. فالشاهد أن الإنسان إذا شرح الله صدره للإسلام ووفقه له فالإسلام يهدم ما كان قبله، والعبرة بالخواتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.